أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية منجم السكري كنموذج متطور للاستثمار التعدني والحرص الكامل على تدعيم ما يحققه من نجاحات في ظل جهود لزيادة الإنتاج به واستخدامه تقنيات حديثة في الاستكشاف. أكد الوزير أن هذه الجهود أسهمت في إطالة عمر الإنتاج من المنجم الذي تمكن من تحقيق إنتاج بلغ 5,800,000 أوقية منذ بدء الإنتاج. وأشار بدوي خلال جولة تفقدية لسير العمل والإنتاج بمنجم السكري بالصحراء الشرقية في منطقة مرسى علم إلى أن قطاع الثروة المعدنية يعمل على تحقيق قصص نجاح تعدينية جديدة وزيادة الاستثمار في صناعة التعدين. ألقت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد كلمة مصر أمام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والذي عقد تحت عنوان الاستثمار في مستقبل مستدام بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. وأكدت الوزيرة أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس يعكس تقارب الرؤى والأهداف التنموية المشتركة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى تعزيز النمو الشامل من خلال دفع الشركات مع أعضاء بنك التنمية الجديد وتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي وهيكلي شامل لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية غدا الأحد، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية. تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، منها خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، فضلا عن خدمة المتابعة السنوية مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع مسؤولي شركة سيمنز التعاون في مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة على الجهدين المتوسط والمنخفض واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية. استعرض عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة، لافتا إلى أن الدولة تدعم توطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية شاملة لدعم الصناعة توطين التكنولوجيا، مشيدا بما تقوم به شركة سيمنز لتعزيز وجودها بالسوق المصرية. أكدت وزارة النفط العراقية أن تخفيض الإنتاج الذي عمل به العراق قرار جماعي يشمل 23 دولة بمجموعة أوبك بلس. أشارت وزارة النفط العراقية إلى أن قرار تخفيض الإنتاج جاء باتفاق أوبك وأوبك بلس، والهدف منه هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق ومنع هبوطها بفعل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وأضاف أن قرار تخفيض الإنتاج جاء ليصب في صالح المنتجين بالدرجة الأولى وأيضا لصالح المستهلكين. بلغت قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات حوالي 4,240,000,000,000 يوان في يوليو الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي. أظهرت الهيئة الصينية للنقد الأجنبي أن الصادرات والواردات الصينية من السلع والخدمات بلغت نحو 317,500,000,000 دولار و276 مليار و400 مليون دولار على التوالي، مسجلة فائضا قدره نحو 41 مليار و100 مليون دولار.